أهلا بيكم. رولز رويس، عربية إنجليزية من وإحنا صغيرين عرفناها بعربية الأغنياء والمشاهير، كانت نادرة جدا في مصر، يمكن عربية أو اتنين، ولكن دلوقتي بنشوفها. صحيح مش منتشرة جدا، بس في أكتر من 20 عربية موجودين في مصر. ارتبط اسمها بالملوك والأغنياء والمشاهير في العالم. ظهرت في الفيلم الأمريكي رولز رويس الصفراء بدورة النجم العالمي المصري عمر الشريف، وكان أحداث الفيلم بتدور عن ثلاثة امتلكوا الرولز رويس الصفراء وحبهم وعشقهم ليها. شفنا برضو الرولز رويس الفانتوم السيدان موديل 1963 بلونها الأسود الجميل في فيلم سبايدر مان سنة 2002، وكانت رمز للفخامة والشياكة. بسبب شهرة رولز رويس كعربية فخمة وغالية، كتير من الملوك والمشاهير حول العالم بيقتنوها كرمز للشياكة. فسلطان بروناي حسن البلقية عاشق العربيات والرولز رويس تحديدا، لدرجة انه يمتلك ما بين 350 ل 500 عربية رولز رويس، ويمتلك عربيات بحوالي 5 بليون دولار امريكي. ديفيد بيكهام لاعب الكرة الشهير يمتلك رولز رويس الفانتوم، وجينيفر لوباز المغنية الامريكية الشهيرة تمتلك رولز رويس الجوست. الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان يمتلك الرولز رويس الفانتوم من ضمن اسطول عربياته. الملاكم العالمي محمد علي كلاي كان مغرم بالرولز رويس، وامتلك السيلفر شادو المكشوفة، واحدة ضمن 272 أنتجتهم شركة رولز رويس. وفي مصر الهضبة عمرو دياب والفنانة ياسمين صبري كمان بيمتلكوا رولز رويس. ملوك وأمراء ومشاهير حول العالم، ورولز رويس بالنسبة لهم رمز الفخامة والشياكة. يا ترى إيه اللي وراء قصة النجاح دي؟ وإيه سر حب المشاهير والأغنياء رولز رويس؟ تعالوا بينا أحكي لكم. بداية مصنع رولز رويس لما هنري رويس أنشأ أول مصنع لي خاص بالمواتير الكهرباء والدينامو سنة 1884، ما كانش بيعمل في مجال تصنيع السيارات. سنة 1904 قابل تشارلز ستيوارت رولز، وقرروا يبتدوا تصنيع عربية تحت اسم رولز رويس. كان أول إنتاج لعربية رولز رويس نفس السنة في ديسمبر 1904، رولز رويس 10 حصان، اتباعت ب 395 جنيه استرليني. كان موتورها 1800 سي سي، 3 نقلات، بتوصل لسرعة 60 كيلومتر، أنتج منها 16 عربية فقط. تعرضت العربية دي في متحف العلوم والصناعة بمانشستر في إنجلترا للحفاظ على تاريخ شركة رولز رويس. 1914 بداية تصنيع رولز رويس لمواتير الطيارات، وازدادوا قوة لدخولهم في مجال تصنيع مواتير الطيارات الحربية كمان، بعدها مواتير المراكب وأنظمة توليد الطاقة، لدرجة أن أغلب مواتير الطيارات دلوقتي رولز رويس، ده إذا ما كانش كلها. لو بصيت على موتور أي طيارة هتلاقي روجو رولز رويس مكتوب عليها حرف الآر مرتين. اتعرضت رولز رويس لمشاكل مادية سنة 1971 وأفلسوا، ووقف إنتاج العربية إلى أن تدخلت الحكومة الإنجليزية سنة 1987 وباعت أسهم الشركة لمستثمرين. وبعدها بثلاث سنين تشارك رولز رويس وبي أم دبليو إلى أن تم الدمج بينهم سنة 1997. لوجو رولز رويس اللي في مقدمة العربية على شكل واحدة دراعتها ورا طير اللي فوق هو أشهر لوجو لأغلى عربية فخمة ومميزة. فرولز رويس مش شركات اللي تقدر تختار كل تفصيلة في عربيتك حسب طلبك، من لون دهان للون دواسة وخياطة الجلد وكتابات معينة على العربية، لدرجة انك تقدر تضيف ألماس في أجزاء مختلفة في عربيتك حسب طلبك. اهتمت شركة رولز رويس بكل تفصيلة في عربيتها، حتى المواتير والأداء والاعتمادية، مش بس الشكل والراحة والرفاهية والأمان. موديلات رولز رويس كتير، أشهرهم الجوست، الفانتوم، السيلفر شادو، كولينن وغيرهم. بالرغم من أصلها إنجليزي، إلا أن متحف رولز رويس موجود بأستراليا، أنشئ سنة 1982 وتم فتحه للجمهور سنة 1999 بعد وفاة مالكه الأصلي. موجود فيه أكثر من 70 عربية رولز رويس. تاريخ طويل، عمره 118 سنة في صناعة أفخم السيارات و108 سنة في صناعة مواتير الطائرات والمراكب، بيحكوا قصة نجاح رولز رويس.